يعني وشو فيها؟ وإذا ما كنا قرايبينها ليش لا يمنعونا نشوفها؟ الرفقة بيكونوا أقرب من أهله للواحد. شو فايدة هالقوانين؟ أنا ما فهمت، شرط نكون قرايب لحتى نطمن على بعض؟ روقي يا عمري، هي هي القوانين هون، شو أعمل؟ شو منساوي؟ معقول يعني كل زيارة بدك تعيدي لي نفس الحكي؟ هي رفيقتي واشتقت لها وصار لي شهور مو شايفتها مرتضى. ليش شو طالع بإيدنا؟ أها ليكن إجوا. تعي حبيبي. يلا يا أولاد سبقونا على السيارة هلأ منلحقكن. يلا شو كيفة؟ يعني كيف بدها تكون برأيك؟ ماشي حالها؟ ما خليتوها تحس بشي. لا طمني. خلونا نوصل الأولاد ونرجع نحن على البيت. إيه؟ يلا أحمد، خلينا نفتحهم خلاص، نقراهم ومنرد عليهم وانتهينا. طالما نحن صافتين ما رح يطلع معنا شي. رح ساوي لك شاي. آها، جيب شوية بسكوت وبزر كمان لأنه القصة بدها صفني. أحمد، نحن مو أخذنا القرار سوا؟ مو هيك اتفقنا؟ إنه هيك أفضل لمصلحة لميس؟ ولا أنا غلطان؟ ليش هلأ تراجعت؟ والله أنا ما عم بفهم عليك. لأني بصراحة ماني قدران كون مرتاح مثلك. طيب رح جيب ورقة وقلم للرد على هالرسائل ونخلص بقى من القصة. الكل مو مصدق امتى يطلع من هون وانت مزعوجة لانك طالعة؟ اي والله، لاني ما بعرف شو بدي اعمل بس اطلع، وبعرف انه ما حيتركني بحالي. طيب ليش لحتى تروحي؟ خليكي هون باسطنبول وابدي حياة جديدة. اي انا شو قلي هون باسطنبول؟ ما بعرف فيها حدا اصلا. والله الرجال ما بيجي من وراهم غير المشاكل، لو علي بدهم حرق من ساسهم لراسهم. لميس، المدير طالبك لعنده. ليش؟ ما كنت تملي من هالسؤال، شو بيعرفني ليش؟ قومي يلا. أهلين لميس، فوتي. المحامي عنده أخبار حلوة لي. خير أستاذ سليم، شو القصة؟ الحقيقة في حدا عمل المستحيل ليطلعك من هون أنسى لميس، وقدم أدلة جديدة للمحكمة بتثبت أنك كنت ضحية فخ. بدري اللي قدمهم أكيد، مو هيك؟ مين اللي عمل فخ؟ عمر شي؟ السيد ثروت اللي نصب لك الفخ، هو اللي حط لك المخدرات بالمحل بعد ما قدر يوصل لبصماتك. عزيزة، ها؟ شو بدهم؟ رح يطلعوني من السجن؟ بلا؟ بدر عطاهم أدلة جديدة، طالعوني براءة ورح أمشي. يا ويلي، ألف الحمد لله، يعني رح تسمعيني بالطلعة. عبالكم يا جماعة. يلا تعالي نضب غياضك يلا. بس أوعك ما تبعتي لي رسائل، عم تفهمي؟ ايه طبعا منك والله. وانتي كتبي لي كمان لا تنسي. والله فرحت لك كتير. يلا يلا ضبي غراضك. ايه تعي لهون، ما معي عنوان. هلا بكتب لك يا مالي نسيانة. ماشي لميس، عن جد كتير فرحت لك. رح اشتاق لك كتير، شو بدي اعمل بدونك؟ اتعودت عليك يا درسانة. وانتي رح تطلعي كمان ان شاء الله. Karanlaşacak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşi bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik.
neşe. Bile bile daldı ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldı ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Kalamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Kalamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Hatırı tabi. يعطيك العافية خالة نسيبة. أهلا وسهلا. أنت مو كنت بالسجن؟ إيه، واكتشفوا أني بريئة بالأخير، وهلا رح أفاجئ إخواتي. الحمد لله على السلامة لميس. الله يسلمك، شكرا. أنا أجيت. إيه؟ شو صاير للبيت؟ أحمد؟ تولاي، تولاي، لك وينها هاي؟ تولاي مرتضى، والله زعجتني هالدكتورة، يعني ما فحصتني منيح، بدقيقتين شو رح يبين معها؟ حبيبتي بصراحة أنا ما بلومها، يعني كل يوم عندها كل يوم عندها، يعني من حق الطبيعي تمل من القصة بالآخر. حبيبي بتعرف أنا شو عم عاني بالحمل تبعي ما هيك؟ يعني أنت إذا بيحملوك بطيختين رح تتعب دغري، بس أنا حاملة بطيختين جواتي ومو حاسس فيني. يعني والله برافو يا تولاي، ولادنا صاروا بطيختين، شو بدي اقول لك هلا؟ ايه والله تولاي، الامومه شغله صعبه كثير. لميس طلعوني اليوم عن جد. لميس واخيرا طلعت براءة. دعواتنا مستجابه يا مرتضى، اشتقت لكم كثير. يا حبيبتي والله كنت خايفه انك تولدي قبل ما اطلع من السجن. طبعا لازم خالة الأولاد تكون موجودة. ألف مبروك. يبارك فيك أخي مرتضى، يلا بلا ما توقفي كتير. الحمد لله ربنا استجاب لدعواتي. شو أخباركم؟ فاجأتيني. فوتوا فوتوا خليني أعملكم شاي. مرتضى لو سمحت افتح الشبابيك ليتهوى البيت. ايه لك تولاي، شايفة شو عاملين فيه؟ أنا بورجي لأحمد. يا روحي المهم طلعتي والباقي مو مهم. رح أسوي لكم شاي. ايه مو غلط، أنا قلت لحالي بعملها مفاجأة لتيتا ولعصمت، بس ما لقيت حدا بالبيت أبدا. وين راحوا ما بتعرفوا؟ أه؟ ها؟ هن بجنينة ولا بالمنتزه؟ على فكرة أنا مساوية بسكوت كتير طيب. جهزي الشاي لبين ما أجيبهن وأجي. إيه؟ ما بطول. شو الموضوع؟ ليش عم تتهربوا من الجواب؟ لأنه قلت بركي بتكوني جوعانة لروح جيب لك شوي بسكوت. بس في شي ما بعرفه؟ لميس معلش تروقي شوي وتعدي. ليش؟ إذا بتريدي عدي شوي لو سمحتي. شو في تولاي؟ ولا شي يا روحي، عدي بس وروقي. شو الموضوع؟ لا تقلي تيتا مريضة، ها؟ بالمشفى لتكون؟ مو هيك، لا، ستك مو بالمشفى. لميس ستك توفيت، البقية بحياتك. انت شو عم تقولي؟ كيف هيك؟ يعني آخر مرة الأولاد جابولي رسالة من عندها.
البقية بحياتك لميس، الله يجعل مسواها الجنة. قالوا لي كيف ماتت؟ ها؟ أكيد انقهرت كتير مش أفوتي على الحبس. لا يا عمري، أنت والله ما لك علاقة بكل القصة. هي صار لفترة طويلة مريضة، والمسكينة كانت ناطرة الموت أصلا، وخبرت أبوك بهالشي بس ما قالت لكم مشان ما تنقهروا عليها. حتى بتقولي قلبها كان حاسسها أنها رح تموت، اجت ودقت الباب علينا ووسطنا بالولاد وقالت رح موت، وفعلا حبيبتي صدقيني والله العظيم ما تعذبت قبل ما تموت عن جد، وكانوا الكل جنبها، حتى أبوكي والولاد كلهم كانوا جنبها، مسكوا إيديها ووسطنا فيكي، قالت انتي رح تتزوجي ان شاء الله وتجيبي اولاد حلوين، وقال هي فخورة فيكي وبتحبك كتير كتير. الله يرحمك يا تيتي. ايه وعصو؟ عصمت عند أبوكي هلأ، أبوكي أخذ الأولاد وعصومة وليلها سوفيكو مشان يعيشوا معه. ليش؟ مو أبوكي تزوج فأخذ الأولاد يعيشوا معه بالبيت، وأحمد وحكمة تضلوا هون. يعني أخواتي تفرقوا بغيبتي؟ مو هيك، لا لا. وأحمد كيف سمح بهالشي؟ وبدر وينه هلأ؟ لميس طولي بالك، أصلا مين في يوقف بوش أبوكي؟ قال أنا بدي أخذ أولادي لحتى يعيشوا معي. يعني طولي بالك، أخواتك بخير ومبسوطين، المرأة اللي تزوجها كتير غنية وعايشين ببيت مثل القصر ومو ناقصهم شي، وأبوكي عم يدير باله عليهم منيح، فما تحكيها. لا يقدر يدير باله على حاله أصلا لك تولاي. قليلي وين هذا القصر؟ بطلي لحتى شوي. لميس هدي شوي، اكتبي لي العنوان، أعطيني عنوان بيتها لهي المرأة. هدي شوي تولاي. لميس ليكي خلص، مرتضى انت يا ريت تروح تلاقي لي بدر، اكتبي لي العنوان، يلا يلا اكتبي لي العنوان تولاي. لحظة بس لأتذكر. لميس روقي وهدي حالك شوي، اخواتك مناح. مرتضى اتصل ببدر خليه يجي. هاتي شو هالبلوة هاي. والله ما توقعت تطلع هيك فورا، يمكن كان لازم نخبرها برواق مو نخبرها خبط لزق. الله يكون بعونها. يا عمري شو كان فينا نعمل؟ معقول نكذب عليها؟ يعني اضطرينا. طيب شو بدنا نعمل؟ والله ما بعرف، فينا نتصل بأحمد ها منشوف شو رأيه. اللي وين تليفون؟ أختي. أحمد الحمد لله على سلامتك. شو كنتوا ناطريني على الشباك؟ طبعا من لما وصلنا تولاي خبرتنا انك رجعتي. هاي بابا ما خلاكي تاخذي الاولاد معي. يلا خلينا نفوت ونحكي. واخيرا بقى. حبيبي محضرين لي العشاء كمان؟ شكرا. ايه شغله بسيطه ومنظفين البيت، الله يسلم ايديكم. اكيد ما اكلتي شي هنيك. يلا عدو. ايه شو اخبار المحظوظين الصغار؟ غير شكل، حتى طايرين من الفرحه. لسه لهلا بيقول لي محظوظين، بكره ابي بيرجع وبيرجعهم للفقر معه. لو بتشوف قديش مدللين، موبايلات وتابلت والعاب، حاطين لعصوم بالاوضه قطار طويل والسكه تبعه على طول الغرفه. شي حلو، كيف رح يرضى بسيارته البلاستيك؟ خليهم مبسوطين هالفتره، ما بقى تصح لهم هيك فرصه. ليش هيك عم تحكي مثل أبوك؟ كيف بدي رجعهم لهون هلأ؟ آه؟ كيف رح يتعودوا على حياتنا بعد كل اللي شافوه بالله؟ لا وشو قالوا عن بيتنا يا حذركون؟ قديم وصغير ما عاد يعجبهم. ما بعرف شو بدي أعمل معهم، رح اضطر اني لبي لهم طلباتهم ومالي عرفانه كيف. ايه بسيطه لميس، ما تتضايقي بتنحل. كيف يعني ما بدي اتضايق؟
رح يضيعوا الأولاد من بين إيدينا. طيب أنتوا ما قدرتوا توقفوا بوش بابا، بس بدر شو عمل؟ بعدين وينه؟ ما دري إني طلعت لهلا؟ بسيطة، بس لشوفه أنا بورجي. لميس، على فكرة أنا كتير اشتقت لك، خليني عانقك مرة تانية، صار لي زمان ما عانقتك. وينه بدر؟ احكي يلا قلي لك، حتى عربيته ما لهون. إن شاء الله يكون هو، أنا ما رح أسامحه أبدا. شو رح نعمل؟ شو بيعرف لي؟ ها؟ نحن اجينا. اهلين وسهلين. يلا اعطيني عنك تولاي، هاتي من ايدك. ايه وين القليبول الصغار؟ والله بابا ما خلاني اجيبهم معي. اهلين. هات عنك. مرتضى انت بتعرف وينه بدر؟ ما شفته لحد هلا. شو بكون؟ ليش عم تطلعوا ببعض هيك؟ بدر اختفى للأسف. كيف؟ شو بتقصد؟ قصده أنه بدر فص ملح وداب، يعني شقت الأرض وبلعته فجأة. أخيرا بقيت هالبحصة وارتحت والله. تولاي يا عمري، والله نحن آخر مرة شفناه باليوم اللي أخدوك فيه وما عاد شفناه بعده. شو معناته هذا الحكي؟ على أساس بدر منيح ما هيك أحمد؟ كذبنا عليك يا لميس. بشو كذبتوا علي بالضبط؟ طيب والرسائل اللي كنتوا تجيبوا لي اياها على السجن؟ هدول الرسائل مين اللي كان عم يكتبوا لك؟ هو بصراحة نحن اللي كتبناهن. انت شو عم تحكي احمد؟ شو كل هالتخبيص هاد؟ بدر حكى معي، اتصل فيني اول يوم وقال لي رح يطالعني. ايه شو يعني رح مع مرته؟ ما رح مع حدا، ومرته ما دخلها بالموضوع اصلا. هو اليوم يلي اخذوكي فيه على السجن عصب عليها وبهدل على الشيء اللي عملته. طلعوا متزوجين شهر واحد بس، نحنا كمان حكالنا الشيء اللي حكالك يا، وهذا كل شيء بنعرفه. ايه وبعدين؟ ايه وبعدين رجعنا على البيت وبدر قال ما تشغلوا بالكن، خلص انا رح طالع لميس من السجن، وحمل حاله وراح. ولما فقنا الصبح كان تليفونه مسكر والعربية راحت وما عاد شفناه بعدين. ليكون مات. لا شو ما شو هالحكي لميس؟ لو في شيء نترينا فوق. لا لا مو معقول، كنا خبرناك. لا شو عم تقولي؟ اصلا دورنا بكل المخافر وما في اي خبر عنه، يعني ما في شيء بخوف. طيب سألتوا عنه بالمشفى؟ سألنا طبعا، بس قال ترك الشغل بالمشفى وما بيعرفوا عنه شيء ابدا. وامه سألتوها؟ سألناه لميس، عملك دورنا عليه بكل مكان بس هو مختفي. رحت مرتين مع مرتضى وما لقينا حدا بالبيت، كأنه البيت مهجور. واضح انكم عم تكذبوا يا لميس. لو حدا بيختفي هيك لميس. فجأة على مهله. مو معقول شلون يعني اختفى وما له اثر؟ لميس يا لميس. لميس لميس لك بس فهميني. لا لا رايحة انت لميس. استني لميس. لميس لميس ما تركتي. لحظة يا تولاي، انت وين راكبة؟ انت عارف لوين رايحة بس ما تعمل شي بحالك. طيب اطلعي بالسيارة. لميس هلا باخذها عن الطريق. يا الله يا ربي دخيلك، خلصيني اطلعي فهميني بس لوين رايحة. انا رايحة ادور عليه بعده. وين بدك تدوري عليه بهالوقت؟ بعد عمي هيك. طيب فهميني وين رايحة بس. لميس لميس انت لوين رايحه؟ رايحه ادور على بدر. خلص اتركوني بحالي بقى. طيب ماشي مثل ما بدك، بندور مع بعض. معقوله تروحي تدوري عليه هيك؟ ماشي اركبي بالسياره وبنروح بندور عليه. لميس الله يوفقك، مو شايفه حالتي انا؟ معقوله تركديني وراكي؟ خلص منروح سوا وين ما بدك. يلا يلا لميس اطلعي اذا سمحتي. يا ترى شو صاير هون بحلواي؟ لميس يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.